عقد مجلس الأمن الدولي بدعوة أمريكية اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الاحتجاجات الإيرانية التي تدخل يومها العاشر. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إن الشعب الإيراني انتفض في عشرات المناطق ضد قمع السلطات، وإن التظاهرات في إيران تلقائية دون أي تدخل خارجي. انتفاضة إيرانية شعبية ليست هي الأولى. الإيرانيون يحاولون مجددا، الإيرانيون يتحدون أشد أنواع القمع بهدف الخروج من ضيق المعيشة وضنك حصار النظام الإيراني على الممارسات الدينية والفكرية والسياسية والمطالب الشعبية. الإيرانيون يناشدون العالم من 80 منطقة إيرانية، والمجتمع الدولي يستجيب للنداء في ظل مراقبته لتطورات الاحتجاجات الدامية. ففي جلسة طارئة لمجلس الأمن كانت قد دعت إليها الولايات المتحدة لمناقشة الأوضاع في إيران، لم تخلو كلمات المندوبين من دعوات وقف القمع ضد الشعب الإيراني واحترام حقوق المتظاهرين. لن نصمت، لن تؤدي أي محاولة غير شريفة لوصف المحتجين بأنهم دمى في يد قوى أجنبية لتغيير ذلك. الشعب الإيراني يعرف الحقيقة، ونحن نعرف الحقيقة. إنهم يتصرفون بمحض إرادتهم وبدافع من أنفسهم ومن أجل مستقبلهم. لن يمنع شيء الأمريكيين من التضامن معهم. وخلال عرض تقريره عن إيران، قال مساعد الأمين العام الأممي للشؤون السياسية تاي بروك زاهيرون إن المتظاهرين في إيران انتقدوا الامتيازات الممنوحة لرجال الدين وعناصر الأمن. في الأيام التي تلت الاحتجاجات الأولى في جمهورية إيران، حدثت مظاهرات في مناطق كثيرة منها طهران، وبعض الشعارات التي رفعها المحتجون تنتقد الهياكل الاجتماعية والحريات السياسية، وتنتقد أيضا الوضع المتميز لرجال الدين في إيران وبعض العناصر من الجهاز الأمني. المتظاهرون انتقدوا أيضا التكلفة الكبيرة التي تتكبدها إيران نتيجة تدخلاتها في المنطقة. المندوب الفرنسي هو الآخر دعا في كلمته السلطات في إيران لضبط النفس وطالبهم باحترام الحريات الأساسية. أود هنا أن أعبر عن قلقنا إزاء العنف الذي انتاب التظاهرات خلال الأيام الأخيرة في إيران وعدد الضحايا والمعتقلين بين المتظاهرين. نطالب السلطات في إيران بضبط النفس واحترام الحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير والتواصل والتظاهر السلمي. تأتي دعوات مجلس الأمن وسط حالة من الغليان في الشارع الإيراني، ولا تزال السلطات في إيران تواصل بكل أساليب القمع أن توقف هذا التمدد السلمي في معظم المناطق الإيرانية، دون اكتراث بمطالب الحقوق المدنية والمعيشية، ودون إنصات لدعوات المجتمع الدولي.
هذا وتتواصل المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على سياسات نظام الولي الفقيه وإهماله لمطالب الشعب وحقوقه الأساسية. وبدأ المتظاهرون في إيران بالتركيز على الخروج ليلا إلى الشوارع لضمان حشد أكبر من المحتجين وجعل عمليات القمع أكثر صعوبة، وذلك بعد لجوء النظام الإيراني إلى نشر قوات الحرس الثوري المسلحة في أقاليم البلاد في محاولة لإخماد الانتفاضة الشعبية ضد النظام. ومع اشتداد القمع الأمني بات المتظاهرون حاليا يركزون على الخروج ليلا وفق توزيع معين بمعرفة اللجان الشعبية، وصار الأمن المسلح يواجه صعوبات في تفريق المتظاهرين ليلا. ويرى المتظاهرون أن المظاهرات الليلية مناسبة لحشد أكبر عدد من المحتجين، مؤكدين أن ذلك لا يمنع خروج مظاهرات خلال اليوم في مختلف المدن. وفي تطور جديد، اشتبك متظاهرون أتراك في مدينة تبريز شمال إيران مع وحدة عسكرية في أول يوم من التحاقهم بالاحتجاجات العارمة التي بدأت قبل 10 أيام في مدينة مشهد وتوسعت بشكل غير مسبوق منذ الثورة الإيرانية عام 79. ونشر النشطاء مقطع فيديو وفيه يرشق المتظاهرون الغاضبون في تبريز الجنود الذين جاءوا لسد الطريق أمام تقدم المحتجين. ويرى مراقبون أن مشاركة الأتراك الآذريون وهي القومية الأكبر بعد الفرس في إيران سيكون بمثابة العد العكسي لسقوط النظام، حيث تعد مشاركتهم في ثورة 79 عاملا مميزا أدى إلى سقوط الشاه بسبب عددهم الكبير وتوزيعهم على أكثر من 4 محافظات مهمة ومنها العاصمة طهران. وتعد سعة انتشار المظاهرات الميزة الأكبر في الاحتجاجات الجارية بشكل غير مسبوق منذ ثورة عام 79، كما تميزت الاحتجاجات بشعاراتها حيث اشتدت خلال يوم واحد وتبدلت من هتافات ضد حكومة روحاني إلى المطالبة برحيل المرشد وإسقاط نظامه، حيث مزق المتظاهرون صوره في أغلب الاحتجاجات. وفي سياق متصل، أكد مجلس المقاومة الإيرانية أن تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما لا يقل عن 50 متظاهرا على أيدي عناصر قوات الحرس الثوري بإطلاق النار مباشرة عليهم على خلاف ما أعلنه النظام الإيراني، مؤكدا المجلس أن العد الحقيقي للقتلى والمعتقلين هو أكثر بكثير مما يحاول النظام الإيراني الترويج له. كما بين مجلس المقاومة أن القتلى بينهم أطفال ومراهقون، وذلك علاوة على اعتقال أكثر من 3000 شخص. وطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحاسبة النظام الإيراني بسبب قتل المتظاهرين العزل والاعتقالات الجماعية. وأكد المجلس أن تلك الأعمال تمثل ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في إيران تقع مسؤوليتها على عاتق مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، أفادت تقارير حقوقية بأن سجن إيفن في إيران امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات ضد النظام، ويعد سجن إيفين من أسوأ السجون على مستوى العالم حيث وقعت بين جدرانه العديد من عمليات الإعدام، كما إن اسمه يرتبط بعمليات التعذيب التي يرتكبها النظام في طهران ضد الشعب الإيراني. أفادت تقارير حقوقية بأن سجن إيفين في إيران امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات. وأفادت منظمات حقوقية باعتقال عدد من الناشطين والصحفيين وكذلك الطلاب الجامعيين بسبب مشاركتهم ودعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وذكرت وكالة هيرانا التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الأمنية نقلت 423 معتقلا إلى القاطع رقم 2 التابع لاستخبارات الحرس الثوري الذي يتولى التحقيق مع المعتقلين. كما أفادت الوكالة بأن معملا داخل السجن يديره سجناء تلقى أوامر بصنع 1200 عصبة للأعين من القماش المطاطي، وهذا يوحي بأن عدد المعتقلين ربما زاد إلى هذا العدد، إذ أن من المعروف
أن التحقيقات في إيران تتم بعصب أعين المتهمين، وتخشى المنظمات الحقوقية من تعرض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو حتى الموت تحت التعذيب، كما حصل مع معتقلي الانتفاضة الخضراء العام 2009. وكانت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية هددت على لسان رئيسها موسى غضنفر أبادي بإنزال العقوبة القاسية لكل من اعتقل بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات. وفي طهران تجمعت عائلات السجناء السياسيين أمام سجن إيفن، بالإضافة لعدد من أسر الطلاب المعتقلين أثناء الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. يعد سجن إيفن من أسوأ السجون على مستوى العالم، حيث وقعت العديد من عمليات الإعدام داخل جدرانه، كما أن اسمه يرتبط بعمليات التعذيب، فخلف أسواره المرتفعة عالم آخر من انتهاكات حقوق الإنسان.